هنا تحطمت طائرة الركاب إيران 140. حلقت قليلاً فتعطل أحد محركاتها وسقطت في منطقة عسكرية ملاصقة لمطار مهرباد غربي العاصمة طهران. التحقيقات لا زالت مستمرة في وقت أودى فيه انفجار الطائرة بحياة 39 شخصاً من الركاب وطاقم الطائرة، وتم نقل 9 آخرين إلى المستشفيات للعلاج من إصابات خطيرة لحقت بهم. بعدما حلقت الطائرة انخفض ارتفاعها فجأة، أعتقد أن محركها قد تعطل فارتطمت بالأرض، وهو ما أدى لانفجارها، فانفصل ذيل الطائرة عنها وسقط في الشارع، ومن ثم اندلع حريق هائل. هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الطيران الإيراني لحوادث وأعطال خلال عقدين من فرض حظر أمريكي على قطاع الطيران المدني الإيراني. لا طائرات للبيع ولا مساعدات تقنية تستطيع طهران الحصول عليها. كل هذا جعل الأسطول الإيراني يتعرض لحوادث مريرة يدفع ثمنها الإيرانيون. تحطم الطائرة يذكرنا بحوادث أخرى أليمة وقعت بسبب خلل في الصيانة أو عطل في المحرك. نتمنى تجديد الطائرات لحماية المدنيين. ومع التوافق النووي المرتقب بين إيران والغرب، سيسمح لإيران بشراء قطع طائرات وتحديث أسطولها الذي يعد من أقدم الأساطير في العالم، والجميع هنا في الانتظار. تحطم الطائرة هذا ذكر بحادثة شبيهة وقعت قبل سنوات. تحطمت طائرة فوق مبان سكنية قريبة من هذا المكان وأودت بحياة الكثيرين. الحظ لعب دورا اليوم، فوقعت الطائرة بعيدا عن المباني السكنية، ولكن الجميع بانتظار حل للعقوبات لتحديث أسطول الطيران المدني الإيراني. فرح الزمن شوقي، LBCI، طهران.